أهلين، في البداية حابة أقول إن الفلوقات ما راح توقف، وأتمنى دعمكم بالبلاتفورم. أبي يكبر ويصير لي وسيلة دخل، يعني ما راح أكذب عليكم، لأنه أنا ما راح أحاول أصير زي البقية أخذ فلوسي من وراء إعلانات ومن رضا المعلن. فراح يكون وقتي، أو خليني أقول عملي اللي راح أعتمده، هو البحث والترجمة ومحاولة توعية العالم العربي وتوعية نفسي أيضاً باللي قاعد يصير حوالينا. العالم الآن مثل ما كنا نشوف أو ما كنا نشوف بالأفلام، يعني الكرتون وإحنا صغار، صراع بين الشر والخير. للأسف سيطرت عليه قوات الظلام، خليني أقول قوات الظلام لأنها من جد قوات ظلام، رؤساء فاسدين، عصابات غسيل أموال، تجارة بشر، تجارة سلاح. حتى الإعلام الأجنبي أصبح يتم للأسف التحكم فيه، وأصبح كصفقات العقار. والفلوق القادم حابة أتكلم فيه عن شخصية ما يذكرها الإعلام اللي تم شراؤه ويحاول يخفيها عمدا، لكن بسببه تم إغلاق الكثير من الصحف الحرة وتدميرها. هذه الشخصية راح تكون موضوعنا القادم. أرجوكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب. الشخصية هذه يتم تسميتها من قبل الإعلام الأجنبي الحر، أو خليني أقول الإعلام الأمريكي الحر، بالنسر الجشع. تعرفون النسر اللي يتغذى على الجيفة؟ يتم تسميته تسميته بالنسر الجشع. لا تنسون أجين مرة أخرى للسبسكرايب واللايك، وراح نلتقي قريبا في هذا الفلوج. سلام.